الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. وبعد، سائل يقول: رجل محصن زنى بامرأة عدة مرات وتاب توبة نصوحة، هل يسقط عنه حد الرجم؟ الإنسان إذا تاب يسقط عنه الحد ما لم يصل إلى السلطان، يعني الإنسان تاب وستر على نفسه ولم تقم عليه البينة ويرفع إلى السلطان. ببساطة يعني ما ودوك المحكمة إذا إنسان زنى وهو محصن، محصن يعني متزوج، ما وصل الحكومة والسلطان ألقى عليه القبض. في الحالة دي لو تاب، تاب الله عليه، لقوله تعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب، إلى أن قال: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. فالإنسان إذا تاب قبل ما يصل للسلطان، تاب وستر على نفسه، خلاص ده ما يسقط عنه الحد، ما يقام عليه الحد. لكن لو وصل السلطان بعد ذاك تاني ما يشفع له شفاعة فيه، حرام، ما بتجوز. وإسقاط الحد عنه حرام، ثبتت عليه زاني يرجم طوالي بالحجر لون يموت، يرجم إذا كان محصنا، لما ثبت في صحيح البخاري من حديث عمر رضي الله عنه أنه قال: يوشك أن يأتي أناس ويقولون: لا نجد الرجم في كتاب الله. قال: ولقد رجم رسول الله ورجمنا، وكان كنا نقرأ: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. دي كانت آية نسخت لفظا وبقيت حكما، يرجم طوالي إذا وصل إلى السلطان. طيب، قال: هل الأزهر الشريف من الجماعات السلفية؟ الأزهر ده شعري تابع للإخوان المسلمين، الأزهر ده من يومه، أصه من يومه، ده شغل بتاع إخوان مسلمين، فهمت؟ شغل بتاع أشاعرة، أشاعرة ديل بيدرسوك عقيدة خربانة زي ده. أصل ده مش بيتكلم كده، عقيدته ده الصلع البجاي ده فيها شغل بتاع أشاعرة. أشاعرة ديل بيثبتوا 7 صفات وبعضهم 6، بعضهم 20 صفة، وعلى كيف شغالين يثبتوا صفات معينة والبيثبتوها ذاتك، مش بيثبتوها بالأدلة من الكتاب والسنة، لا بالعقل صايد، بالعقل كده بس. يقول لك ما دام المولى يقول لك موجود، الموجود لابد أن يكون حيا، والحي لابد أن يكون قادرا، والحياة يلزم منها السمع والبصر، ولأنها من لوازم الإرادة. إذن كده تمون 6: علم وسمع وبصر وإرادة وحياة ووجود، دي 6 صفات تحت شعرة عقيدة خربانة في النهاية، صفات كلها تثبتها في القرآن والسنة. انت ما بمزاجك، ما بتثبت لله بمزاجك، انت تقول انا بثبت الحياة لكن الاستواء ما بثبته، انت قال على كيفك بمزاجك انت. كله ثبت في القرآن والسنة، اي صفة ثبتت تثبتها، ما تقول لا دي ما بتجي. ليه؟ مش الله قال الرحمن عرش استوى؟ انت تاني تدخلك شنو؟ تقول لا ما تقول استوى، كيف ما اقول؟ الله ما قال الرحمن على العرش استوى. يجي بصلع البجاي ده راسه مليان من وسخ الحمامات، يجي يقول لك لا ما تقول استوى. ما اقول لي انا، مش الله قال الرحمن على العرش استوى؟ قال المولى عز وجل، خلاص موضوع انتهى، ما في تاني نغش. فالأزهر ده بشارة. قال: هل زوجة العم والخال من المحارم؟ لا، ما من المحارم، الخالة من المحارم، عمة من المحارم، أما زوجة الخال وزوجة العم ما من المحارم. قال: هل يجوز النكاح، نكاح في الحمار في البهيمة؟ ما بجوز. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا وجدتم الرجل يأتي البهيمة، قال: فاقتلوه واقتلوا البهيمة.
هذا مذكور عن النبي عليه الصلاة والسلام، فهذا ما بجوز. قال واللص يقول ينكح الحمار في الظاهر، وقال وبيقفل في سفينة في الباطن. ده ما في ده بتاع الصوفية، ده في طبقات الشعراني الشيخ اللي قام على الحمارة، ده في الكتاب انت قال له جبنا من راسي الناس روحت يقول لك شايف شايف خلاص قاموا على الكلام الكعب. كلامي انا ما نم على كلام الكعب يا اخي، ما احنا ما كلام كعب ده ما عندنا، ودي ما الفاظنا. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان فاحشا ولا متفحشا، واحنا بنقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم في النهايه، التفحش جمع عندنا، لكن ده مكتوب في كتبك انت، انت مش سماني بس مش فتح كتب شيخك. قال لي قول الشيخ مع الحماره ده شنو ابو الشيخ؟ قال لهم لا انتوا شايفين انا هنا بعمل في عمليه زي دي، لكن انا في الحقيقه في الحقيقه قال في مركب مجدد بسيط فيها. مركب يا مستهبل، مركب بسيط كده اصلا في مركب مجدد، في مركب بسيط هذا الصوره دي بسيط ده اجيب لك شوال داخل في تقول لي ده رسيد مركب في مركب بسيط كده، كم ما قله ادب فارغه. ودي كلها عقائد بتاع الصوفيه، كلها عقائد فارغه، عقائد سيئه سيئه وفواحش وبزاءة، ودي كلها تلقاها في كتب الصوفية، في كتب متخصصة في قلة الأدب. في كتاب اسمه جامع كرامات الأولياء للنبهاني، ده فيه قلة أدب. أنا لو يوم أنت قافلة معاك تعال أنا بقرأ لك واحد صفحة منه، قلة أدب في أسوأ سوق بتاع شماشة ما بتلقاه والله جد، بتاع سلسيون واحد بيكون شارب لجردل بتاع سلسيون ما بقول كلام زي ده. طيب قال بشرى قال طير الابابيل جو في الحلقه، يقصد في صوره الفيل. طير ابابيل جو يا زول، طير ابابيل ده تقال شغلهم شنو؟ طير ابابيل ده رموا حجاره فوق للريسين بتاعت ناس ابرهه وكتلهم. طير ابابيل كان جاب كتلوك انت، تقال جاي انك لشنو يا طير ابابيل؟ كان جاب كتلوك يا اخواننا ما في عزيمه. طير ابابيل ده كل يوم قال بيجوا ملائكه بينزلوا، جبريل قال بينزل في الحلقة بتاعته. أنا ما عارف في نبي لسه قاعد وإحنا ما عارفين ولا شنو؟ ده بجي وحي؟ جبريل قال بينزل هنا في الحاج يوسف. يا ناس جبريل بينزل في حلقة بشرى جاي، وحلقة كلها ما عارف من نسوان جابوه من وين، يتنضم شوية كده واحدة كورك تطق الواطة، متفقين معاه بدو حقها قبل ما تجي الحلقة ذاتها تقعد تكورك. الزول ده ذاته قبل اليوم استتابوا الحكومة، ما نحن الحكومة جابت بشرى وألقوا عليه القبض وناقشوه واستتابوه قدام الناس، قال توبته تاني ما بعمل الكلام ده، انت مش انتهى الموضوع هسه رجع تاني شغال في شغلته دي. والناس بينسوا الحقائق، بس بينسوا الحقائق. امشي اقرا في التاريخ مكتوب في الجرايد الكلام ده، بشرى ده استتابوه قبل كده دار يقتلوه، قال له انا تاني ما بعمل كده، تاني رجع. والغريب اليوم ده لقيت حميدة بنبس في بشرى، أبصلا بنبس في بشرى، قال لهم بشرى دجال. وطيب انت شنو يا صلوعي؟ كلكم سوا يا اخي بشرى دجال وانت دجال زادك. طيب قال ما معنى الزندقة؟ الزندقة هي الكفر الأكبر والنفاق الأعظم، لأن الزنديق يتظاهر بالإسلام ويخفي الكفر، ده أصلا معنى الزندقة، إنه زول بيكون في الباطن كافر وعدل الإسلام، لكن يعمل لك فيها مسلم ويعمل لك فيها عنده علاقة مع الإسلام وكده، أصلا ده معنى الزنديق، معناه والنفاق والكفر الأعظم. قال ما معنى كلمة الشطحة؟ كلمة الشطح عبارة من عبارات الصوفية بيستخدموها عشان يبرروا بها للفواحش بتاعتهم وللكفر بتاعهم. يعني تلقى شيخ من شيوخ الصوفية كويس، شيخ تلقى بتاع صوفية زي ما في الطبقات الكبرى للشعراني، اجي يطلع المنبر يوم الجمعة صلاة الجمعة، قال لي اسمه إبراهيم العريان، جا طلع المنبر عريان زي الله ما خلقه، وقال ده يدي الناس الخطبة قال يصلون الجمعة. انت هسه بتصلي لك ورا زول عريان؟ يعني تقول تحضر الخطبة؟ إخوتي في الله اتقوا الله، وانت عريان الإمام ده قال فهمت، عمل لهم خطبة، قال والخطبة الناس بسطتهم جدا، قاعد بيقول لهم والدمياط باب اللوق بين القصرين جامع طولون،
قال وحصل للناس بسط عظيم. بسط على شنو هسه؟ فهمت؟ ده لما تسأل الصوفية تقول لهم ده شنو؟ يقول لك يا ما في حاجة ولا لا، بس شطح حبة كده، شطح شطح دي شنو؟ كويس؟ واحد تاني قال طلع على المنبر فوق في الخطبة بتاعت الجمعة بتاعته، قال لهم أشهدوا أن لا إله لكم إلا إبليس عليه الصلاة والسلام. ده الصوفية لما تسألهم يقول لك شطح شطح يا مولانا، دي شطحة خفيفة بس ما في حاجة. طبعا الكفر عندهم بيبرروا له بشطح. الشريعة الإسلامية ما في حاجة اسمها شطح، في حاجة اسمها كلامك ده كفر ولا ما كفر. لو كفر تتعاقب على الكفر بتاعك ده. والدليل على ذلك لما وقع أحد الصحابة رضي الله عنهم بتأويل سائغ، عنده تأويل بالمسألة، وهو قدامة ابن مزعون الجمحي رضي الله عنه، صحابي جليل ده شهد بدرا وأحد من خيار المؤمنين، لكن تأول آية من القرآن في زمن عمر بن الخطاب شرب الخمر، قدامة رضي الله عنه تأول الآية ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا. فهمت الآية دي؟ أخطأ في فهمها وقال أنا من الذين آمنوا وصحيح وعملوا الصالحات وصحيح ما في شك، لأنه زول شهد بدرا كويس. قال ربنا قال ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. قال ده كله أنا عملته. إذا قال ما عليهم جناح فيما طعموا، ممكن أشرب الخمر. تعرف الصحابة ناقشوا على رأس عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وابن عباس، ماشوا ناقشوا. عمر الخطاب قال إن أقر بحرمة الخمر يجلد الحد. خد بالك ده التعامل مع صحابي جليل. تجي هسه صوفي تخليه ساي، صوفي تفكه ساي، تقول شطح؟ ما في اسمه شطح. في شريعة إسلامية، شريعة أي إنسان يتحاكم للشريعة. قال إن أقر بحرمة الخمر، لو أقر قال الخمر حرام يجلد الحد. قال ولو استحل الخمر يقتل. شوف التعامل ده مع منو يا أخوانا؟ مع صحابي جليل رضي الله عنه وأرضاه. عشان كده ما بقى اسمه شطح وخلوه، وده سلم له، سلم له بتاع شنو؟ ما بقى اسمه سلم له. يجي الشيخ بتاع الطريقة تلقى مع المرأة واحد يقول لك لا لا، بيكون في حالة ما كده هناك ما تزال. يا ناس حالة بتاع شنو؟ الشريعة الإسلامية إنسان ينضبط بها. الصوفي عندهم، الصوفية عندهم الولي الصالح بتاع الصوفية، مش في الشريعة بتاع الصوفية عندهم لا ينضبط بالشريعة الإسلامية. يعني يشرب خمرة ويقول لك لا دي ما خمرة، انت بس في الظاهر شايفة خمرة ساي، دي ما خمرة، دي يقول لك ميرندا يا ذرا دي مريسي أنا لا، يقول لك ميرندا في طبقات الشعراني. واحد قال حوار مسلط، لقى الإبريق بتاع الشيخ، طبعا إبريق الشيخ ده ما في ذل بيهبش ولا الشيخ، بس إبريق خاصة يا زول. الحوار مسلط قال الإبريق ده بالضبط كده، ما في زول بيستعملوا للشيخ ليه. يوم غفل الشيخ خطف الإبريق وقام جاري به الشيخ الأول، حقوم الجماعة هو جاري ووراه الجماعة طوالي أقبض. لما الشيخ يتأكد إنه ده ما بيتلحق جنو نجيطه جراي، عرفوا إنه ما بيتلحق قاب على حلو كوني مريسة، قال ويمين قبل مريسة، هي من وقت مريسة، لكن حس إنه الحوار المسلط ده قبضه. فهمت كلامي؟ داري غش الجماعة، كوني هذا كوني بتاع شنو انت في النهاية. شوف المسلم في الشريعة الإسلامية منضبط بالشرع، ما في حاجة اسمها شطح. النبي صلى الله عليه وسلم قال لو سرقت فاطمة بنت محمد، دي من أشرف الخلق ومن أعبد الخلق ومن أتقى الناس رضي الله عنها، قال لو سرقت فاطمة بنت محمد كان بيقول شطحت؟ شطحت ساي، خلوها يا أخوانا فاطمة شطحت. لا، قال لقطع محمد يدها، ما في تلاعب بالشريعة. عشان كده الصحابة أقاموا الحدود. يعني هسه تعرف ممكن صوفي يدخل يده في جيبك موبايلك، يدخل يده موبايل باتنين مليون يشيله، تسأله يقول لك شطح شطح، ما تسأله خلوه شطح بشع شنو، ولا طقك بنيا كسر راسك ده، ما في حاجة اسمها شطح. بعرف أنا شريعة إسلامية انضباط بالشريعة. عشان كده الصوفية دار يتملصوا من الشرع، عشان ما تسأله تقول لي جيب دليلك،
والآية والحديث يقول لك لا لا ده شطي عندنا إحنا. قال الشيخ صمت صامت قال ده واحد من في زريبة البراي صامت قال سبع سنة تي تسألوا ها فلان بس قابل كده بعين فيك ساي فطرته من الطد عيني بعين فيك سبع سنة قال ما تكلم تسأل الصوفية ده ماله يقول لك شطح ما افتح هاي اسمه شطح فهمت منكر معناه منكر حلال حلال حرام حرام ما شنو شطح ما شطح ما في الشريعة إلا يكون غاب منك عقلك غاب عقلك كله كله انت ما فاهم بتقول في شنو قلت لك كلام كفر ولا كده خلاص ما بيقام عليك الحد لأنه انت ذهنك ده ماف ذهنك ده غايب العلماء قالوا إما لفرح شديد أو لغضب شديد كالرجل قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك لأنه ده غاب ذهنه تماما ذهنه غاب لشدة الفرح ففي الحالة دي لو قال كلام باطل يبقى ده ما بيحاسب عليه لغياب عقله طيب قال في خلاصة السؤال في حفلة بتاع الزواج في بيتهم فيها إسراف من التجهيزات والزينة وكده لكن ما فيها غناء ولا تبرج ولا كده قال هل يجوز يجوز أمشي وأنصحهم لكن ده ما بيمنعك من شنو من صلة الرحم طيب قال أنا رضعت مع بنت من أم أخرى هل يجوز لأخي أن يتزوجها وهل تحل له أم هي أخته أيضا لا أنت رضعت بقيت أنت أخو الجماعة دينا كلهم ما أنت مثلا رضعت مع واحدة من أهلك اسمها حليمة المرة رضعتها فيها اسمها حليمة دي أولادها كلهم أخوانك إذا رضعت 5 رضعات مشبعات أولاد حليمة دي أخوانك كلهم أما أنت أولادها مع أخوانك أنت لا أخوانك أنت ما عندهم علاقة أنت بس بقيت تابع للسيدة حليمة اللي رضعت أنت معاها تمام؟ طيب قال فيها فاكهة ونخل ورمان هل الرمان ليس من الفاكهة؟ الرمان من الفاكهة وإيراده هنا بعد الفاكهة لمزيد عناية ومزيد تخصيص طيب هل الكرسي فوق العرش؟ الله أعلم سؤال ثاني هل جماعة صار السنة كبقية الجماعات والطرق؟ كلها ما نافع الطرق جماعات كلها كتاب وسنة بس ما في حاجة اسمها جماعة ولا طريقة الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح السلام عليكم